عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 انطلقت فتح شتنبر بجهة مراكش أسفي في ظروف جيدة وبانخراط جميع المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني. هذه العملية الوطنية الكبرى ستتيح إمكانية التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجموعة الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرحل أو الأشخاص دون مأوى. الإحصاء عملية وطنية، عملية شمولية، عملية تهم جميع الأسر القائمة بالتراب الوطني كيفما كانت جنسيتهم، ولكن شرط أن يكونوا مقيمين وفق المنهجية التي تقرها المندوبية السامية للتخطيط. وفي إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة سيتم تجميع المعطيات بالاعتماد على تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء.